نروح بقى لملف حقوق الإنسان. هذا الملف صعب أيضا والله يا جماعة. نفسي أفتح ملف معاكم، سواء اقتصادي، سواء في الصحة، في التعليم، وأقول مثلا هناك تفاؤل، هناك أمور إيجابية. إحنا لا ننفي تماما أن لازم يكون في مشاكل، بس برضو بنثبت تماما أنه لابد وأن يكون هناك حلول لتلك المشاكل. يعني إنما مشاكل عمالة تزيد كل يوم وتتفاقم والرجالة مش داريانين، دي قصة بقى كبيرة قوي. حقوق الإنسان ما زال العنوان الأبرز، وهو التنكيل الذي لا يتوقف في هذا الملف. تابعنا مع حضراتكم موضوع أشرف عمر وزوجته ندى مغيث، وبدأت ندى تطلعنا دلوقتي على أمور جديدة في حياة أشرف داخل الزنزانة. بتقول إن أشرف عمر بدأ يعلم زمايله في الزنزانة إنجليزي. أشرف عمر للي مش فاكر هو رسام الكاريكاتير في المنصة، ودي بعض أعمال أشرف عمر في المنصة. وراجل فنان كاريكاتير رسام بيحاول إن هو يعني يعبر من خلال رسوماته عن آراء وعن فكره، طريقته، إبداعه. راجل يعني تمام، راجل مواطن عادي جدا. وريناكوا حياته جوه البيت، حكت عنها ندى مغيث زوجته. بتقول ان هو جوه الزنزانه الناس بتعامله كويس جدا، اصدقاء الزنزانه يعني بيعاملوه كويس جدا، لدرجه ان هو حدثت نوع من الالفه، لدرجه ان اشرف بدا يعلمهم اللغه الانجليزيه. هي طبعا زارته، قعدت معاه حوالي نص ساعه. سمحوا، الست بتتكلم بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الوضوح، دخلوا حاجات ولكن استثنوا حاجات تانية ما دخلوهاش معاها في الزيارة. بتقول ان دي الزيارة التانية لزوجها اشرف عمر. كانت زارته قبل كده في يوم 10 من نفس الشهر، 10 اغسطس، وقالت ان صحته كويسة، هو متفائل، مش يائس، مش حالته النفسية مش سيئة، لا حالته النفسية كويسة. وطبعا ده كلام ندى مغيث يا جماعة زوجته. وطبعا كان اشرف ظهر في نيابة أمن الدولة بعد يومين في 24 يوليو اللي فات. ودي تفاصيل الزيارة الثانية لندى مغيث من خلال وجودها لمدة نص ساعة مع أشرف عمر. طبعا ندى مغيث بتحاول تشجع نفسها وتطمن نفسها قبل أي حد تاني بهذه التصريحات، وعايزة تنقل للجميع أنك حتى وأهلك في السجن تستطيع أن تكون أكثر إيجابية. وبطول الوقت بترسل رسائل إيجابية جدا جدا عن أشرف عمر وعن حالته. السؤال الحقيقي اللي احنا جميعا كمصريين محتاجين نجاوبه هو متى نستطيع أن نشعر بالطمأنينة القانونية في مصر؟ أكرر سؤال صلاح دياب تاني أو الأستاذ صلاح دياب تاني. الطمأنينة القانونية هو أنه لما يحصل حالة من حالات القبض الناس مش لازم تختفي بالأيام عشان أهاليها توصل لها. والطمأنينة القضائية بتحتاج أنه الحكومة تصرح عن السبب الحقيقي في القبض عن الشخص. والطمأنينة القضائية بتقول انه القانون اللي اتعمل للحبس الاحتياطي في جمهورية مصر العربية كان الهدف منه اختصار فترة الحبس، ما تزيدش بأي حال من الأحوال عن 48 ساعة وبأقصى حد شهرين، لكن وتحت إمرة قاضي مع جنرال بقى القانون تغير والشهرين بقوا سنتين، والسنتين بقوا ما لهمش عدد. في ناس محبوسة حبس احتياطي 10 و11 و12 سنة. إذن هذه الطمأنينة التي تحاول أن تنقلها ندى مغيث بقدر ما هي صادقة ودافئة إلى أنها غير كافية لوصف الوضع الحالي. طيب معانا حالة جديدة بقى ومختلفة. حضراتكم عارفين ان يوم 15 اغسطس
رئيس الوزراء أصدر قرار ب يعني انتزاع الجنسية المصرية من المخرج وائل الصديقي أو وائل صديقي صاحب الفيديو كليب الشهير سيب إيدي. ووائل الصديقي عمل فيديو بيرد فيه على رئيس الوزراء وعلى قرار انتزاع الجنسية المصرية منه. وائل الصديقي يرد على قرار رئيس الوزراء بسحب جنسيته بحرق الباسبور المصري. وائل الصديقي يرد على قرار رئيس الوزراء بحرق الباسبور المصري امام الجميع. الجنسية اللي جابت لي الاداب مسجل اداب. انا كده حموت وانا انسان شريف، انا كده حموت وانا يعني ما عنديش الحمد لله سجل اداب في اي حته. طيب هو ده يا جماعه يعني طبعا احنا بنشيل يعني الزملاء مشكورين في شالوا حاجات كتير والفاظ كتير ما ينفعش تطلع بسيطة يعني لان الفيديوهات دي لسه طالعه. لكن الغضب واضح جدا. طبعا رد فعل كثير من المصريين ممكن ما يوافقوش عليه، انا شخصيا مش موافق عليه، يمكن احمد يعني لا طبعا انا لا اوافق يعني. انت حد قال حاجه اعترض واتكلم ورد والكلام ده كله، لكن طبعا مش مع ان حد يحرق جواز سفر بلده او اي حاجه من ديت يعني، طبعا لا اشجع على دوت خالص يعني. انا لو انصح وائل صديقي وكل المصريين المعرضين لهذا الموقف ونحن معرضين لهذا الموقف في لحظه من اللحظات، أنصحهم بأنه في خريطة جينية ممكن كل إنسان يروح يعملها في أماكن مخصصة لقراءة الخرائط الجينية. الخريطة الجينية دي مستحيل تزويرها، وهي أقوى 10,000 مرة من جوازات السفر اللي الحكومة المصرية بتسحبها أو الجنسيات. الخريطة الجينية للمصريين بتثبت أنهم مصريين، ما فيهاش حل دي يعني، ما يعني لا الحكومة تقدر تنكرها ولا المواطن يقدر يدعيها. زي كده لما الناس بتستخدم نفس الخريطة الجينية في إثبات النسب أو نفيه. إثبات الوطنية وإثبات الوطن مش بالأوراق الرسمية. الأوراق الرسمية مهمة للإحساس بأن أنا ما زلت جزء من هذا الوطن على الأقل على مستوى الورق. لكن مصر اللي انتوا بتاخدوها مننا أو بتسحبوا جنسيات الناس ما بتخرجش من الجلد، بتخرجش من الأكل، بتخرجش من التلاجات، ولا من طريقة لبسنا وإحنا قاعدين في البيت، ولا من قعدتنا وهزارنا، ولا من دمنا الخفيف أو حزننا الشديد. في حاجات كده مصرية قوي ما بتخرجش من كلمة ازيك، ما بتخرجش من كلمة كرسانتو طيبين، ما بتخرجش من كلمة يا عم كبر دباغك، ما بتخرجش. اسحب وانتزع ما شئت من جنسيات المصريين، بس مش اسحب مصريتهم. الوطنية اصلا لا تثبت بالاوراق الرسمية فقط. الأوراق الرسمية دي أوراق متعلقة بمين اتجوز مين واتولد امتى وعاش فين، لكن الوطنية لا. قد يكون وائل صديقي أكثر وطنية من رئيس الوزراء بتاع الحمامات والفوط وبص البورسلين اللي في الأرض والأشكال الغريبة والحاجات العجيبة اللي انتم مدخلين مصر فيها. وقد يكون رئيس الوزراء بنفس وطنية وائل صديقي، لكن قياس الوطنية لا يقاس بالأوراق الرسمية ولا بقرارات الحكومة. ولا انتوا تفتكروا ان انتوا هتحرموا وائل صديقي من وطنيته ومن جنسيته ومن وجوده الا بقى لو تموتوه. ما تموتوه اسهل، في دول مش بعيدة عننا عملت كده مع معارضينها، موتته نشرته. فقصة دمها تقيل على قلب الجميع،
واتمنى انها تكون دمها تقيل كمان على قلب رئيس الوزراء ومن خلف رئيس الوزراء اللي ادوا له قرار وطلبوا منه يوقعه، لانهم حاسين ان وائل صديقي يستحق انتزاع جنسيته النهارده. عموما بتروح الدول والانظمه وبتبقى الشعوب. بشار الاسد حاول ان يقتل كل الغاضبين من شعبه، فهاجر السوريين في الارض في كل اشتات الارض، لكن لسه اسمهم السوريين. معاهم اوراق ثبوتيه، معاهمش اوراق ثبوتيه، الناس بتاكل منهم لانهم سوريين، وبتعرف عليهم لانهم سوريين، وبتحبهم او تكرههم لانهم سوريين. الفلسطينيين كذلك. في عالم كامل بيحاول يستوعب كيف يذيبوا الهويه الفلسطينيه. مش بقى رئيس وزراء بتاع انتريهات وكده، لا، وزرع بلاستيك، لا، دول ومنظومات كاملة بتحاول تستوعب الهوية الفلسطينية دي وتكسرها. مستحيل. هتعملوها في الجينات يا جماعة. حد ينبه رئيس الوزراء ان الجينات لا تؤخذ، لا تكذب. طيب احنا فعلا عندنا مشكلة يا جماعة في هذا الملف، وزي ما قلت لحضراتكم هو ملف صعب جدا. القصه الاساسيه النهارده ان هم بداوا يطاردوا الصحفيين والاعلاميين، مش بداوا ده مستمرين في مطارده الصحفيين والاعلاميين. احنا بنقول لهم يا جماعه لو سمحتوا بنضم صوتنا لصوت المنظمات الحقوقيه، ومنهم 11 منظمه حقوقيه، بنقول معاهم اوقفوا استهداف الصحفيين وكتاب الراي. مؤسسات حقوقيه بتطالب السلطات المصريه بوقف عمليات القبض والتنكيل وموقف من أمن الدولة. عندك النهاردة ما يقرب من 9 صحفيين على الأقل، بعضهم تم حبسه لفترة طويلة جدا من دون إخلاء سبيل أو حتى إحالته إلى المحاكمة. يعني أنت لا بتخلي سبيله، ما بتطلعوش، وفي نفس الوقت ما بتحاكموش. طب أنت مقعده تعمل فيه، أنت مقعده تعذبه خلاص، أنت بتنكل بيه وتبعده عن أسرته وأهله ومجتمعه وحياته وشغله وولاده بدون محاكمة. طب ليه؟ ما هو ده تعسف، ما هو ده إجرام. عشان كده المنظمات الحقوقية بتطالب، وكمان بتقول في الخطاب الرسمي اللي أرسلته أن هناك اتجاه لمناقشة تحسين شروط وقواعد الحبس الاحتياط. ده اللي سمعنا عنه يا جماعة في الحوار الوطني، ودائما وأبدا أؤكد أن جلسات الحوار الوطني وعودة الحوار الوطني من جديد بجلسة الحبس الاحتياطي وتصديرها في الجلسات ادانا بعض الامل، وقلنا ان شاء الله يحصل تعديل في هذه الامور. لكن احنا ما زلنا بنرى امور غير مبشرة، لان الصراع اللي موجود من اجل عدم استكمال هذا الحوار بما يصب في مصلحة المواطن، بس صب بجد، يعني صب فايدة، يعني ها، مش الصب التاني بتاع فتح السيسي. عايزين حاجات ايجابية للمحبوسين احتياطيا اللي تعدوا الفترات القانونية ولم يتم خروجهم حتى هذه اللحظة، ولم يتم التعامل معهم بالقانون. لو هنتكلم عن الصحفيين، نتكلم عن الإعلاميين، نتكلم عن الجنائيين، حتى نتكلم عن كل مواطن تم حبسه احتياطيا لفترات كبيرة جدا تخرج من إطار القانون. ليه بيحصل هذه الأمور؟ محتاجين أن يتم نقاش هذا الأمر من رجال القانون ومن المتخصصين، وأن هم ياخدوا قرارات إيجابية تخرجنا من هذه الأزمة الطاحنة. طبعا هل هنقدر ولا لا، مسألة فيها كلام كتير. في مشروع قانون موجود في لجنة التشريعية لمجلس النواب. الفكرة باختصار انه اللجنة بتناقش قانون الإجراءات الجنائية. في رأيين، الاثنين انا بثق فيهم والاثنين ليهم علاقة بحقوق الإنسان. رأي الأستاذ نجاد البرعي، واحد من يعني لجنة الحوار الوطني، ورأي الأستاذ محمد أنور السادات. الرأي الأولاني الخاص بالأستاذ نجاد البرعي بيقول إن مشروع القانون غير كافي،
وانه مشروع القانون الخاص بالاجراءات الجنائيه ما زال بيحتفظ بفترات غير منتهيه بالمنع من السفر والتحفظ على الاموال. وقال باختصار شديد جدا كده لاخبار الغد ولعدد من الصحف انه يا جماعه الخير معذره، لكن ده كده يقدر السيد النائب العام انه يمنع فلان او فلانه من السفر لمده 100 سنه. على الجانب الاخر الاستاذ محمد انور السادات بيشيد بهذا القانون وبيشيد بفكره مشاركه الاحزاب السياسيه في عمليه النقاش حول القانون. صعب جدا 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 انه الشخصيتين دول يبقوا متناقضتين. انا شخصيا مش قادر افهم اسباب التناقض ايه، لكن متاكد ان الاثنين عايزين مصر بمحبوسين اقل خصوصا على المستوى السياسي.